استاذه صفاء من كفر الشيخ. ايوه، السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. انا اللي كنت بكلمك على البث مباشر كل يوم، اقول لك ادعي لوالدتي. طيب حاضر، ربنا يحفظك. والدتي توفت يوم السبت اللي فات يا دكتور. يبقى راحت عند الكريم العزيز الغفور الرحيم. ارجوك تدعي لها يا دكتور، لالا فاكر لما كلمتك قلت لك اخويا ميت وبيخيني وبيدخل ورا المطبخ والكلام ده كان اخويا. طيب الوقت هي مامتي اللي توفت، يعني تعالي لما توفت. تعالي قولي ورايا بقى: اللهم انا نسالك برحمتك وجودك وكرمك ان تستقبل امي العزيزه بما تستقبل به الصالحين والاولياء والمحبوبين، واجعلها يا ربنا مع المطهرين، وانزلها يا ربنا في منزل سيد المرسلين، واجعلها يا ربنا في قربه وفي رفقته، واجعلها يا ربنا في زمره الصالحين، واجعل قبرها منزلا للانوار ومهبطا للاسرار، واجعلها يا ربنا تنظر اليها بنظر الكرم يا غفار، والهمها يا ربنا ما الهمته لأحبابك وأصفيائك وأنقيائك لكي يقبلوا عليك، واجعل برزخها يا ربنا برزخ نعمة وبرزخ نعيم وبرزخ وصل وكرم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. آمين يا رب العالمين، وسائر أموات المسلمين إن شاء الله.